لعبة إلدر سكرولز أونلاين صار لها تحديث ضخم اسمه نيكروم، أضافوا فيه كلاس جديد، منطقتين جدد عشان نكتشفهم، كلهم كوستات وأشياء تقدر تسويها مثل البوس اللي يدوج هذا. اللعبة تطور مستمر، خلنا ناخذ لنا نظرة عنها بالداخل اللعبة بدون أن نحرق أشياء كثيرة عن الفصل الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم فيديو جديد للعبة إلدر سكرولز أونلاين، أغطي فيه عن اللعبة في سنة 2023 ككل وتحديث نيكروم بشكل محدد. بداية السنة هذه أعلنوا الشركة أن السنة راح تكون مختلفة عن السنين الماضية. قبل كانت مقسمة على 4 مراحل، شهر 6 توسعة للعبة، شهر 8 ينزلون دنجنين تابعين تقريبا للتوسعة، وشهر 11 ينزلون منطقة صغيرة تكمل لك القصة وتكون تابعة للتوسعة، وشهر 2 دائما ينزلون تحديث يعدلون في اللعبة وينزلون كمثل ما أقول لك تشويقة حق الحدث أو التوسعة اللي هي شهر 6، ويضيفون أشياء الناس دائما يطالبون فيها. النظام الجديد اللي راح يتبعونه إنهم راح يخلون شهر 2 وشهر 8 لتحسين اللعبة، وشهر 6 يبقى حق التوسعة، وشهر 11 يكون فيه التكملة نفسها، وأيضا يضيفون فيه نظام لعب جديد أو تطوير حق الأنظمة الحالية. وهذا اللي حصل حتى الآن، أعلنوا عن نيكروم وتعديلات الكثيرة من إضافة منطقتين كبار هم شبه جزيرة تلفاني وأبو كريفة، معقل أمير الديدرا اللي هو هيرميس مورا، فيهم فوق 30 ساعة لعب من قصص ومهمات ومحتوى تخلصه سواء لحالك ولا مع جروب. وأيضا أضافوا كلاس الأركينست اللي الصراحة ونيس وشيء مختلف عن المعتاد، ومن ناحية المهارات والتصوير أيضا. والعجيب أنهم قدروا ينزلون شخصية بدون لا تكون لا أوفر باور أو بروتر، شخصية بالانس. أول مرة تمر علي شركة تنزل لي لعبة نزل شخصية بالانس، المفروض انه ينزلون شخصية بروكن عشان نلعب احنا نحس انه اقوى من الناس الثانيين، لين بعدين عادي يسووا لها نيرفات، بس ما ادري ايش سووا هالمرة. الشخصية جيدة تدخل مع باقي الشخصيات، عندها مهارات خاصة فيها ومطلوب بالمحتويات سواء بي في بي او بي في، لان عندهم بعض المهارات بعض البفات اللي يعطونها كأنها حلوة اذا قاعد تلعب سمول سكيل بالبي في بي، او انك قاعد تلعب يعني كتانك في البي بي اي يصلح لك الاركينست. الكلاس حاليا عشان تفتحه لازم تشتري التوسعة، واكيد راح ينزل الحالة بعد سنة من التحديث مثل كل مرة، مثل ما نزلوا الوردن، مثل ما نزلوا النيكرومانسر. كينست طبعا حاليا انا قاعد استخدم البلد الدمج العادي اللي قاعد يستخدمون الناس بشكل كبير، وما اخذ اصلا يعني من الكاست من موقع، حاط البلد كامل وحاط ايضا شرح كامل عشان اللعب شلون تستخدمه. الشخصية نفسها حاطي لك 3 لاينات، لاين دامج، لاين تانك، ولاين هيلر، فتقدر تشمل كل شيء تبيه. الشغلة اللي يسوونها دائما انه اذا نزلوا 3 لاينات دائما يكون اللاين الثاني اللي هو التانك، لانك التانك ما راح تستخدم كل المهارات، تقدر تستخدم مهارات الهيل، تقدر تستخدم مهارات الدمج، فتقدر تغطي كل شيء. الحلو فيهم ان عندك المهارات مثل هذه، يعني تقدر تطلق ليزر على العالم، حلو، تقدر تطلق اليد هذه اللي تطلع منك. طبعا الحركات هذه يعني حاطي لك حركة جديدة اللي هي لو تلاحظون بنهاية الحركة هذه راح تعطيك ميجر بروتاليتي وميجر سورسري، بس أهم شيء أنها تكون على أي بار، يعني سواء أنت قدام ولا وراء راح تعطيك البار. فهذه شغلة غيرت اللعبة، شغلة جديدة جدا. عندهم طبعا الالتي والحركات المهارات الموجودة في الشخصية، مهارات واجد يعني موجودة في الشخصية، فعندك الحركة هذه اللي هي تطلق 3 طلقات عليه، تقدر تطلق أيضا من بيرفكت رينج اللي هو يدمجه على فترة طويلة، وعندك أيضا الالتي. شوف الحركات اللي في اللعبة يا أخي، إضافة جدا جميلة. الأركينست يعطيك طابع مختلف عن المعتاد، وهذا شيء نطالب فيه، يعني مثل ما قلت نبي الشخصيات هذه، نبي الإضافات الحلوة. تقدر أيضا يعني تشوف الدمج ماله، عندك حركات تقدر تسويها، وتعامل أيضا بشيء قال له الكروكس، شيء تقدر تطلعه باستخدام مهاراتك نفسها. حلو، وانت قاعد تلعب يعني انطقيت، خلينا ندور المهارة عندي تعطيني كروكس، اتوقع الامبيرفكت رينج تعطيني كروكس. تشوف المثلث اللي عندي، هذا المثلث يزيد يعطيني الكروكس، فاقدر استخدمه اكثر من مرة لان يطلعوا لي 3 مثلثات، وكل ما زاد الكروكس راح يزيد الدمج عندي. فانطقيت الحركة هذه راح تنقص اكثر 15 من الدمج العادي، فتبي لك كروكسات، تبي تجمع كروكسات كثر ما تقدر. طبعا الشخصيه فيها عاد حركات واجد، لازم تلعبون انتم تشوفون الحركات اللي فيها. المهم انه ويمكن نسوي لي بث انا بعد، ايش رايك نسوي لنا بث على اللعبه عشان اقدر اوريكم الشخصيه بشكل افضل؟ لازم اننا نلعب لنا دنجن يا اخي، اللعبه منزلين دناجن واجد، فنجمع الجروب ونلعب لنا 4 دناجن 5 دناجن كذي على بث مباشر،
واللي عنده أسئلة عن اللعبة يكون أفضل إن أنا أشرحها معك. إيش رأيكم في الموضوع هذا؟ اكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين تشوفون الشغلة هذه. وأكيد راح ينزل الحالة بعد سنة من التحديث مثل كل مرة، مثل ما نزلوا الوردن، مثل ما نزلوا النيكرومانسر، ينزل مع التوسعة بعد سنة لصارت التوسعة على الـ ESO Plus ينزلون الكلاس الجديد عشان الناس كلهم يقدرون يشترونه. وأضافوا طبعا الرجال اللي شفتوه في بداية المقطع، هذا يذكرني بالوندرينج بوسس باللعبة سواء بالإمبريال سيتي ولا بالديدلاينز، لكن هالمرة راح يكون مرتبط أيضا في مهام يومية، يعني أشبه من المهام صيد التنانين في السوير. وكالعادة يعني نزلوا ترايل جديد له 12 لاعب، لكن ما هو بصعوبة الترايلات السابقة مثل ما سمعت. أنا للحين ما دخلته لأن بديت أعيد تجميع الجلد، وبيكون عندنا عدد كافي من اللاعبين ندخل مع بعض ونلعب ونكتشف ونخلص الدناجل الجديدة. إذا تبي تلعب اللعبة أو لعبها أصلاً ادخل الديسكورد عن طريق الوصف وكلمنا هناك. أما الحدث الأهم بالنسبة لي كان تحديث السيرفرات. من كثر ما ضبطت السيرفرات وما صلحوها رجعنا نلعب بي في بي، وحتى مع زحمة مدير ماهم ما كان في أي مشاكل من ناحية اللاج اللي واجهته. هذا شيء نطالب فيه من سنين، وأخيرا وصل لنا شهر 4 اللي فات. تكملة السنة راح ينزلون فيها تحديثين مهمين، واحد أعلنوا عنه والحين نقدر نجربه اللي هو تحديث 39 موجود بالتست سيرفر، تحديث فيه تحسينات للعبة مطلوبة من زمان. علموني إذا تبوني أغطي بتفاصيل أكثر. والشركة أيضا أعلنت عن نظام لعب جديد اسمه Endless Dungeon، وهو مثل ما يوحي الاسم دنجن ما يخلص، يحط لك بوسات مختلفين باللعبة بشكل عشوائي وتقدر تلعبه أما لحالك أو مع المرافق أو مع صديق. النظام هذا راح ينزل مع تحديث شهر 11 إن شاء الله، وأنا متحمس له حيل. أخيرا نظام لعب جديد، ما أضافوا شيء جديد ومختلف من نزلوا موروند يعني من 2017، وهذا شيء احنا نطمع فيه. بس علمني رأيك بالتحديث هذا، وهل تبوني أنزل شورت عن طريقة تقدر تجمع فيها ذهب كميات يعني سواء على البي سي او الكونسول؟ اكتبوا لي بالتعليقات، واشكركم على المتابعة وان شاء الله نشوفكم بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.